صورني يا ابني وانا برد الحبل. يا ريتها كانت جابت ضكر بط ولا كانت تشوفك في الوضع ده. اهو لا انت عارف تعدي من هنا ولا تعدي، هتتبل يعني هتتبل. ورينا بقى هتعملها ازاي، انت بتتمرجح بقى. يا سلام مرجح يا حبيبي، انت في مسابقه يا بابا مش بتتمرجح. اي ويتمرجح ويمين وشمال ويمين وشمال. الراجل زهق قال له يا عم خلاص تعال تعال، انت مش عايز تتبل تعال برضه تبل. جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك عايز تتعاد. دول بقى بيلعبوا ايه لعبه ايه الشبشب بقى، لو حد يعرفها يكتب لي تحت في التعليقات ايه لعبه الشبشب. رجلك بتورم من كتر الضرب اللي فيها. الناس مش قادره يعني، وهم عايزين يضربوه وعايزين يطلعوا عينيه بس هو مش عارفين خالص يعني. دي بقى سرعه البديهه بتاعتك، اهم حاجه انك تكون سريع البديهه. انا لو واحد لعب معايا اللعبه دي بالشبشب على دماغه انت زهقتني الصراحه. بص بصراحة أمسكه أنفضه باللي هو بيعمله معايا ده. يلا بص بقى أنا هعدي الجسر دوت في ثانية إلا ثانية. يلا يا حاج، يلا يا حاج، ها يا حاج روح صلي ركعتين يا حاج. أنت بتعمل إيه بس يا حاج؟ يلا يلا بص بيكافح. يلا يا حاج، ها يتقدم يتقدم. يلا يا حاج يلا هتكسب يا حاج. وعملها الحاج وعملها الحاج. هو ده يا جماعه والله فعلا الدهن في العتائق. شوفوا بقى اللعبه دي، دول ايه بيقعدوا ايه زي المنخل كده ينخلوا الناس يمين وشمال، واللي يقع خلاص مع يلا يا بابا مع السلامه. بتعمل ايه؟ شوف عمالين يعملوا ايه يعملوا بجد لايك.